في العالم العربي. هدفنا اننا نغير السوق بتاع المهن الحره تماما. بنعمل انفايرمنت جديده، بنساعد الكاستمرز ان هم يوصلوا للسيرفيس بروفايدرز اللي هم محتاجينهم، بنوفر لهم تشانلز للاتصال، بنجمعهم في مكان واحد وبنمانج البيمنت والبروسيسنج بتاع الاوردر كله، وبنبقى دورنا زي ميدل مان ما بين الكاستمر والسيرفيس بروفايدر. بنضمن كواليتي، بنضمن ان الحاجه تخلص في الميعاد بتاعها المظبوط، بنضمن ان السيرفيس بروفايدر اللي داخل يبقى فعلا هو كفاءه ان هو يقدر ينفذ الحاجه اللي هو بيقول ان هو يعرف يعملها. جدا انا ما كنتش فاهم هو ليه حاصل. كان دايما لما نيجي ندور على حد متخصص، سباك، نجار، مترجم، جرافيك ديزاينر، كنا بندوخ على ما نلاقي حد. بينما ان على الناحيه الثانيه نلاقي المتخصصين دول دايما بيشتكوا ان ما فيش شغل. طب ايه السبب في الوضع ده؟ كنت دايما بفكر في الحكايه دي. لقيت في الاخر ان المشكله ان الناس مش قادره توصل لبعضيها. ان المشكله ان اي حد فينا لما بيدور على حد يشتغل معاه بيدور في دايره المعارف الضيقه جدا اللي حواليه، اللي عمرها ما بتبقى كافيه انها تقدر توفي له كل احتياجاته. فبالتالي لقيت اننا محتاجين لبلاتفورم يجمع الناس دي في مكان واحد، يعمل تشانلز ما بينهم، وكمان يبقى موجود في النص عشان يضمن ان كل واحد ياخد حقه وان مفيش حاجه تتاخر ومفيش حاجه تطلع بكواليتي وحشه. ده كان السبب اننا فكرنا في الفكره دي، واعتقد انها هيبقى لها امباكت كبير قوي على المجتمع، يعني نظرا انها بتحل مشاكل كتير قوي. المشكلة الأولانية إن إحنا عندنا في مصر دايماً كانت بتواجه كتير من أي بزنس في المنطقة العربية عموماً، إن إحنا عندنا الكريدت كارد بنتريشن مازال قليل، مازال عدد الناس اللي معاها كريدت كارد قليل. كمان مش كل الناس بتبقى ويلنج إنها تستخدم الكريدت كارد بتاعها على الإنترنت. ولو هو مستعد يستخدمه على الإنترنت مش هيستخدمه في موقع عربي جديد لسه ما يعرفوش. دايماً كانت دي التشالنج اللي بتواجه أي بزنس في العالم العربي. فبالتالي الحل البديل اللي احنا قدمناه ان احنا حاولنا نقدم كميه اوبشنز كتير قوي للدفع تبقى مناسبه للناس كلها. يعني احنا بنسيب من النهارده بنقدر نستقبل بيمنت عن طريق كريدت ماستر، عن طريق فيزا ماستر، كاشيو، بلان كارد، وكمان عندنا ودي اللي اعتقد انها هي من الكاستمر سيرفي اللي عملناها، لان دي مهمه جدا للناس ان في كاش بيك اب من البيت. يعني انت لو محتاج ان انت تعمل سيرفيس معينه بنبعتلك محصل لغايه البيت ياخد الفلوس ويقدر ان نوصل للديل ونعملها بطريقه انها تبقى سريعه جدا في خلال ساعتين ثلاثه. وفي نفس الوقت المبلغ اللي بنعمله على التحصيل مش مبلغ كبير خالص، 10 جنيه حاجه تعتبر لحظه بالنسبه لنا، او حتى الناس اللي بيجي هنا وصلنا 10 جنيه مش مشكله. تكلم كل واحد من الفريلانسرز من الشركات اللي دخلت هتلاقي واحد بيقول كلام مختلف. ليه؟ لان هم في النهايه هم بيكملوا كل واحد حاجه اللي ناقصه. انا عندي تكنيكال باك جراوند كويسه، انا شغال بقى لي 10 سنين ويب ديفلوبر، بزنس نوعا ما عندي باك جراوند بس مش كبيره قوي، دي بتزيد. بتلاقي ان كل واحد بيكمل الحاجه اللي ناقصه عنده. اللي عنده تكنيكال باك جراوند مفيش بزنس بيكمل البيزنس، اللي عنده بزنس باك جراوند ومفيش تكنيكال بيكمل التكنيكال. بنتعلم ازاي نقدر اننا نمانج بزنس من الصفر، بنتعامل ازاي نتعامل مع ضرائب، نتعامل مع تامينات، ازاي يبقى عندنا ستراكشر بتاع الشركه، ايه القرارات اللي اقدر اخدها، ايه القرارات، كل الليجل ستراكشر بتاع الشركه والمهام اللي مطلوبه منك كسي او ان انت تتعامل معاها. بنتعلم، بنقعد مع محاميين نفهم بالظبط ازاي نقدر نمانج الشركه من غير مشاكل. بنكمل كل الحاجات اللي ناقصانا عشان نقدر نعمل بزنس محترم. رحنا الاي او سي، خدنا كورسز تبع الاي او سي في البزنس مانجمنت، خدنا كورسز كتيره في الفاينانشلز، رحنا اتعلمنا عن الضرايب وازاي نتعامل معاها، كل الكلام، كل الحاجه اللي ناقصه، الحاجه اللي انت مش عارفها علشان تبدا من النهارده ان انت تبدا تبقى مدير شركه فعلا ناجح في مكانك وقادر ان انت تمانج المهمات اللي المفروض ان انت تعملها، كل حاجه بنكملها، كل حاجه بنتعلمها. الثقافة مختلفة تماما، فدي كانت عايزة حلول جديدة. يعني مثلا المواقع دي كلها البيمنت بتاعها عن طريق كريدت، ده ما كانش ينفع هنا. هناك انت تقدر في اي لحظة ان انت اي واحد حتى لو هم الموقع ما يعرفش عنه حاجة ولا يعرفوا مين، يقدر يخش ويقدم خدمات عن طريق الموقع من اول يوم. ده عندنا ما ينفعش. احنا عندنا لازم عشان الناس تثق فينا بنخلي لازم السيرفيس بروفايدرز اللي بيتضافوا عندنا بنبقى قعدنا معاهم اتكلمنا معاهم شفنا نماذج من شغلهم علشان نضمن ان الكواليتي دايما تبقى كويسه. يعني لو اي حد دخل عايز يبقى سيرفيس بروفايدر عندنا لازم بيطلب مننا ان نعمل معاه ميتنج عشان يقدر ياخد اكتيفيشن كود عشان يشتغل معانا.
كمان احنا عندنا دايفرستي للخدمات، احنا كل حاجه يطلق عليها خدمه شورت تيرم تاسك احنا بنشتغل فيها. يعني بنتكلم من اول جرافيك ديزاين، ترانسليشن، داتا انتري، لغايه هاوس كليننج، هاوس مينتنس، وقريب هيبقى في سيرفيسز ثانيه كتير ممكن تبقى غريبه قوي انها تتقدم على الانترنت، حتى ممكن تكون ما تقدمش على الانترنت بره، مش عايزين نقول الحاجه قبل ما نعملها يعني. بس هو الفيرجن الجديده هيبقى فيها خدمات جديده هتبقى مفاجاه للناس كلها ان شاء الله. وكل التوفيق احمد، وشكرا لك على تكس باركس.